انا الام ديال البنيه اللي تقتلت في مدينه العرائش، ونهار ثلاثه كان الحكم ديال هاد الشاب اللي قتلها بالقرطاس، وتم الحكم حكموا عليه ب3 سنين ديال الحبس، ومول السلاح حكموا عليه ب6 شهور. وهاد الحكم هذا راه ما تقبلتوش، وما يعني بقات لك الحال كما كانت بقى قبل. فيا الحال بزاف، وبغيت الجمعيات يوقفوا معايا، والمغاربة كاملين يوقفوا معايا، وبغيت سيدنا يوقف معايا. وبالنسبة للشهيدة، الأقوال ديالها تقلبت فيهم، هادك يعني الشيء تغير الأقوال ديالها. تغير، وديك الشيء عندي في المحضر لأنك وجه لها الكلاطن الراس ديالها. ونهار ديال الجلسة كتقول لهم بأن تيرة في الأرض وقتلها على الرش، وفي المحضر عندي، وأنا مستعدة نوري لكم المحضر عندي، بأن وجه لها الكلاطة الراس ديالها، وتيرة 3 النوبات، الثالثة جاتها في الراس ديالها. عندها 25 عام، 25 25 عام. ضيعوني فيها، ضيعوني فيها، حسبي الله ونعم الوكيل. وباغا المغاربة يوقفوا معايا، والجمعيات يواسيوني، هذا راه ظلم، ودابا انا خايفة على راسي وعلى ولادي. والشهيدة حسبي الله ونعم الوكيل فيها، تقلبت في الأقوال ديالها. وهاد السيدة سيدي كان عنده علاقة مع بنتي، كان عامين هو عنده علاقة مع بنتي، كان موعدة بالزواج. كي عيط لها سيدي في التليفون، كانت تقول لك، تقول لي ماما عندي علاقة مع واحد راه موعدني بالزواج وراه هذا. وهي كانت غادة مسافرة، وكانت واحد النهار كتغوت، سمعتها في التليفون كتقول له عنسافر ما عنسافر، كيقول لها ما تسافرش، كان سمع الهضرة في التليفون. ومن بعد مور هاد الشي هذا بنتي تقتلت. وان سيدي باغا حق بنتي، باغا المخزن يبين لي حق بنتي، وسيدنا يوقف معايا ويشوف هاد الظلم هذا. باغا سيدنا يوقف معايا. تصدمت سيدي، وتصدمت بزاف، تصدمت بزاف. 3 سنين واحد كيقتلها، كيضربها بالموس، كيحكموا لي 7 سنين، 8 سنين هذا بالقرطاس بالسلاح، ضربها هزا وداها وضربها، حكموا لي ب3 سنين. واش حيت انا درويشه، حيت ما عنديش، حيت هما نزل الفلوس، هذا راه ظلم. هذا باغا يوقفوا معايا جميع الناس والجمعيات وحقوق الانسان، باغا كل شيء يوقف معايا. كنترجى الناس يوقفوا معايا. وهاد هاد الناس نهار سيدي الجلسه الثانيه كتقول لي مرات مول كلاطه، كتقول لي راه هما هادو عيتحكموا بعامين، راه ما يتحكموا شي. عندك تصدم، راه تسمع الحكم تصدم. هادشي كتقولوا لي في المحكمه سيدي؟ لا، في المحكمه تلاقينا، قالت لي راهم يتحكموا عب يتحكموا بعماين، لان راه يتحكموا بعماين. دابا تصدموا، هذاك الشيء اللي طلع سيدي، داك الشيء اللي قالت لي هو اللي طلع. انا خايفه دابا سيدي على ولادي، وخايفه على راسي. واش هاد السيد قتل لي بنتي، حكموا لي ب3 سنين، غادي يخرج يقتلني حتى انا ولادي؟ واش الموت فيها 3 سنين سيدي؟ ضيعني ببنتي وحكموا لي ب3 سنين. خايفه سيدي على راسي وخايفه على ولادي، ضيعوني ببنتي وحكموا لها السيد ب3 سنين. كنطالبه سيدي بحق بنتي يبان، كنطالب بحق بنتي يبان، وكنطالب بسيدنا بجلاله الملك يوقف معايا ويشوفني ويشوف من حالي. باغا الجمعيات يوقفوا معايا، وحقوق الانسان ما كاينه سيدي حتى شي حاجه. جاو عندي سيدي وما بغيتش، جاو كيقولوا لي بان تعطينا التنازل، ندخلوا باش نعطيوها قاضي التحقيق باش ما يخرجلوش بالقتل العمد. وما عطيتهمش يا سيدي التنازل، وخرج بالقتل العمد، خرج بالقتل العمد. نهار اللي تحكم سيدي، تحكم ب 3 سنين بالقتل الخطأ. والشهيدة قلبت الأقوال ديالها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هي اللي قلبت الأقوال ديالها. بالحق غدا تحقق معها عند الله تعالى، غدا تحقق معها عند الله. كنوجه رسالة سيدي للجمعيات والمغاربة ونسيدنا، وكنوجه لأن أنا مسلمة ويوقفوا معايا أخوتي المغاربة والجمعيات يوقفوا معايا، رانا مصدومة ومدمرة، وراه علم عليا الله تعالى.
عشان ماشي مسلمه باغا كلشي وقف معايا سيدي، ما هدر معايا حتى شي واحد زعما باش نهدر ونقول شنو عندي. القاضي ما نودني، ما هدر معايا، ما سولني. 6 شهور ديال الالم وانا كنتالم، مشيت ما كاينه، ما قال لي القاضي نهار الجلسه، ما سولني القاضي، ما قال لي حتى شي حاجه، ما هدرش حتى معايا. كل واحد هاد الحكم، عمرنا ما سمعنا في الدنيا سيدي. 3 سنين عمر شي واحد قتل الروح تحكم ب3 سنين، عمر شي واحد تحكم ب3 سنين، فقام سيدنا يوقف معايا وكنطلب من المغاربه ومن الجمعيات يوقفوا معايا.